وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السفير الشيخ خالد بن عبد الله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. أهلا بك سعادة السفير في نشرة الثالثة، وبداية العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هي علاقات ممتدة وتضرب في عمق التاريخ وتربط بين البلدين روابط التاريخ المشترك والقربة والمصاهرة والمصير الواحد، فهل تحدثنا أكثر بخصوص ذلك؟ شكرا أختي العزيزة. أولا حقيقة بداية أود أن أرفع أسماء التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخي صاحب السمو والشيخ محمد راشد المكتوم رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود وجميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الشقيقة. بالفعل مثل ما تفضلت يا أختي العزيزة، العلاقات البحرينية الإماراتية الوطيدة تعتبر نموذجا يعني في الوحدة الخليجية والشراكة الاستراتيجية المتميزة قائمة على أسس من الود والاحترام متبادل ويربطهم تاريخ كبير، كما أن العلاقة الثنائية بين البحرين وشقيقة الإمارات شهدت العديد من محطات بارزة ومتميزة وأسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات واستمرارها لسنوات طويلة، سواء كان على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرتهم في مجلس التعاون الخليجي، وهذا طبعا ساهم على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين. وقد ترسخت هذه الدعامة في العلاقة اللي جمعت بين البحرين وشقيقة الإمارات المتحدة عبر العقود من التاريخ، هنا طبعا تكلم عن ما يقارب أكثر من 200 عام. وتتسم طبعا هذه العلاقة بين الإمارات والبحرين بالانسجام في معظم القضايا الإقليمية والدولية، وعلاقات طبعا تاريخية وطيدة تقوم على أساس المساندة والمشتركة مع بعض في أغلب القضايا. نعم. أيضا اللجنة الإماراتية البحرينية المشتركة دور كبير في فتح آفاق جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، ولا سيما طبعا زيارة اللي قامهم زيارتين الأخيرتين لسيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واللي شهدت الكثير من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات. طبعا هذا أكبر دليل لاهتمام قيادتنا الرشيدة في مستوى هذه العلاقة ونوعها المتميز. نعم، تمنياتنا سعادة السفير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بدوام التقدم والازدهار. سعادة السفير الشيخ خالد بن عبد الله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا جزيلا لك.